هنايا هذا واحد الحدث كنديروه كل عام، كنحاولوا فيه اننا نوصلوا للناس واحد الميساج، هو مهما كانت الظروف ابتسم، بغينا الدار البيضاء تبتسم، لذلك سميناها كازا سمايلز، يعني ان البيضاء تبتسم. لكن كنجمعوا لي بالون، يعني البالونات وهذا والفانيد البيموات، وكنفرقوهم على الاطفال على الناس الكبار، باش ودي ستيكر فيهم ميساج ديال الابتسامه، اي ميساج كيتعلق بالابتسامه. صراحه هذه تظاهره زوينه بزاف، وهي من التظاهرات اللي ما تيكونوش بزاف في المغرب، واللي ما كيكونوش مع المبادئ ديال المغاربه، حيت حنا كنشوفوا المغاربه شويه ديما مخنزرين، ما كيضحكوش بزاف. داكشي اللي جاتهم هذه الفكره باش نحاولوا نرسخوا هذا المبدا ديال الابتسامه، وتكون شي حاجه اللي عاديه. كان من عندنا المشاكل، ولكن الابتسامه كتبقى شي حاجه عاديه وخاصها تكون في كل واحد فينا. اخويا مزيان زوينه الصراحه، كنزاو ونشطنا اليوم، ونتمناو نبقاو ديما زاهين في كل ويكاند، كل اسبوع ان شاء الله نبقاو نجيو هنايا ونفرحوا ديما، وان شاء الله ننساو الهم. كنتمنى من كل شيء، يعني مهما كانت الظروف حنايا في الحراره وهذا الشيء، الظروف ديال الحياه، انهم يبتسموا. قديما الابتسامه، العفو.